الحمد لله مسدي النعم والآلاء وكاشف النقم والأدواء، أحمده سبحانه وتعالى ذو العزة والكبرياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أنداد ولا شركاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الحنفاء وسيد الأصفياء وخاتم المرسلين والأنبياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان جميل من الرجال والنساء، صلاةً وسلامًا دائمين ما دامت الأرض والسماء متعاقبين تعاقب الصباح والمساء. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة كثيرًا كثيرًا بتقوى الله سبحانه. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر الأحبة، إن الأسرة هي نواة المجتمع وهي لبنته الأولى، فمتى ما كانت الأسرة قائمة على المنهج السليم والنهج القويم أثر ذلك على صلاح المجتمع بأسره. ومن أجل ذلك جاءت عناية الإسلام بالأسرة واهتمامه بها. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فوضع الأسس السليمة التي تقوم عليها الأسرة السعيدة، وحماها مما يعصف بها من مخاطر، وسد الثغرات التي من شأنها أن تهدد بنيانها وتقوض أركانها. ومن تلك الأسس اختيار الزوجة الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. من أجل تكوين الأسرة المسلمة السعيدة الصالحة أمر الإسلام بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، ثم ذكر المال والحسب والجمال وحث على ذات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. أيها المؤمنون، إذا كان عمود الأسرة صالحين مؤمنين طيبين، كان ذلك أرجى أن يثمر من زواجهما أبناء صالحين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم كل من الأب والأم القيام بمسؤوليتهما تجاه بعضهما وتجاه الأبناء تارة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع في رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. الحديث أخرجه الشيخان. أيها المؤمنون، إن الأسرة المسلمة لا تصلح أبدا إلا أن يبدأ الوالدين بالإصلاح في نفسيهما أولا ثم إلى الأبناء. ولا يمكن أن تكون الأسرة أسرة مباركة إلا بالاهتمام والرعاية وبذل المزيد من الوقت والعناية للأبناء، مصالحة ومجالسة ومحاورة ومشاورة ومناصحات باللين والحكمة. كيف لا ونحن اليوم في زمن عجيب غريب تتحكم فيه وسائل الإعلام في تشكيل البيوت من إفساد وتدمير أو إصلاح ورعاية. فمتى ما كان الأب مشغولاً والأم تاركة لبيتها، لا يعطي ذلك الأب أبناءه من وقته ولا من تربيته ولا من خبرته شيئاً، ولا تصرف الأم من عطفها ولا من حنانها ولا من وقتها ما يكفي للواجب نحو الأبناء، فإن ذلك مصيره مشؤوم ونهايته مؤلمة. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة فخلفه ذليلا،
إن اليتيم هو الذي تلقى له أمًا تخلت أو أبًا مشغولًا. هذه صورة مأساوية أيها المؤمنون، إنتاجها وإثمارها مؤلمًا قبيحًا مكروهًا في المجتمعات. أيها الأحبة في الله، إن من أهم الركائز التي ترتكز عليها الأسرة المسلمة في مسيرتها أن تجعل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منهاجها في الحياة، ترجح إليه في كل أمر، وترجع إليه في كل قضية، وفي كل خلاف، وعند كل نزاع، مهما كان صغيراً أو كبيراً. يقول ربنا سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. الأسرة المسلمة أيها المؤمنون تجعل حياتها وأنسها ولذتها وسعادتها في طلب رضوان الله سبحانه وتعالى ابتداءً وقبل كل شيء. ولذلك يشير الحبيب صلى الله عليه وسلم في وصف حال البيت المؤمن والأسرة السعيدة، فيقول عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. مثال صادع واضح صارخ من النبي صلى الله عليه وسلم على كيفية إقامة دين الله في البيوت، ذكرًا وأنسًا وطاعةً لله ونصيحةً بين الزوجين. ألم يكن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقيم ذلك؟ انظروا كيف تصف أمنا رضي الله عنها عائشة وهي تقول: كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة، قومي فأوتري يا عائشة. الأسرة المسلمة أيها المؤمنون لا بد وأن تتحلى بمكارم الأخلاق وطيب الأقوال وجميل الأفعال. ولذلك من أخطر الأمور أن تجد الأب سبابا لعانا وتجد الأم مثل ذلك، ثم ينتزع من الأبناء هذه الأخلاق الجميلة وتجدهم يتكلمون بالسباب والشتام والرديء من الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من كل ذلك. إن الحياء أيها الأحبة إذا انتشر في البيت وتحصنت به الأسرة فهو من أسمى سمات الخير التي تطرد الشر قولاً وعملاً في البيوت. الحياء هو من الإيمان، وهو لا يأتي إلا بالخير، حيث إنه ينهى عن كثير من المخازي والأخطار والآلام. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. الأسرة السعيدة أسرارها محفوظة وخلافاتها مستورة لا تفشى ولا تستقصى. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ما أخزاها من كلام، ما أخزاها من عقوبة ومآل حينما يسر شريك الحياة إلى شريكه ثم يجد الكلام وما حصل وما قيل منشوراً يبثه الناس وتتناقله النساء والرجال. أيها الأحبة، العقود ممدوح من عمل بها وطبقها، والله سبحانه وتعالى أمرنا بوثاق هذه العقود. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأغلظ العقود هو عقد الزواج. يقول سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إن من موجبات الوفاء بعقد النكاح أن يعرف الإنسان ما له على زوجته وما للزوجة على زوجها ثم يؤدوها كاملة. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نعم أيها الأحبة، قد يحدث التقصير وقد يوجد التسويف وقد يأتي الإهمال في أداء هذه الحقوق بين الزوجين، لكن
يجب أن تقوم الأخطاء بالعناية والرعاية وبالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتغافل الزوج تارة وأن تتسامح الزوجة تارة، حتى يصل الجميع إلى نقطة التقاء. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى مبيناً قرب الزوجة لزوجها والزوجة لزوجته: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بارك الله لي ولكم فيما سمعنا، ورزقني وإياكم من العلم أنفعه، وجعلنا جميعاً ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. عباد الله، استغفروا ربكم إنه كان غفاراً، فطوبى للمستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أيها المباركون، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإسلام عظم شأن الأسرة وحذر من النزاع والفراق والطلاق إذا كان عبثاً ولهواً، لما يترتب على كل ذلك من مخاطر قد تؤدي إلى تدمير الأسر وإلى كسر الخواطر وإلى تشتيت المجتمع المسلم، بل يؤدي ذلك كله إلى تشريد الأبناء، فأي ثروة يضيعها أولئك؟ فضياعهم فساد في المجتمعات، وكثرة وكثرة للجرائم والأخطار، وهذا مما يفرح الشيطان. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، أي أقرب الناس إلى إبليس أكثرهم فتنة بين الأزواج، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا، ويجيء الآخر فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول إبليس: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه إبليس ويقول: نعم أنت، نعم أنت، نعم أنت. هذا أيها الإخوة يكون عند الفراق، عند النزاع، عند النشوز والعصيان، عند سوء التفاهم والتفرق. فيجب علينا ألا نفعل من الأمور التي تفرح الشيطان وتفرق المجتمعات، بل نعمل بما أمر ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. كسب الود يا عباد الله، جلب العطف، تليين القلوب، السماحة والاعتذار، طلب العفو والتسامح بعيدا عن التعنت والجفوة وعن القسوة والابتعاد، أمور مطلوبة بين الزوجين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته: إذا رأيتيني غضبت فرضيني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. التغافل من شيم الكبار، وما وجد التغافل في بيت من بيوت الناس إلا وساعد الزوجين وفرح المجتمع وكثر الخير وقل الشر. هكذا يجب أن نكون. عباد الله، إنكم في يوم جمعة خير الأيام وسيدها، صلوا فيه على من علمنا الحب وآخى القلب بالقلب وفتح للخير كل درب، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على عبدك المصطفى وحبيبك المجتبى، وعلى آله نجوم الهدى وأصحابه مصابيح الدجى، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام
الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، وقاتل أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وانصرهم يا ربنا من حيث لا يحتسبون، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظ بلادنا بحفظك ورعايتك، اللهم ولي علينا خيارنا واكف عنا شرارنا، ووفق أميرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة راشدة تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا لنفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. عباد الله، اذكروا الله تعالى في كل أوقاتكم يذكركم، واشكروه على نعمه المتتالية يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تناظروا، سد الخلل. لينوا بيدي إخوانكم، لا تذروا فرجات للشيطان. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.